أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم تحديات. برنامجنا برنامج اجتماعي أسري شامل، يعني هيناقش كل ما يخص الأسرة والمجتمع، يعني هنتكلم في أي حاجة وهنتكلم في كل حاجة. معكم شيماء عبده. هيكون معانا على مدار الحلقات مواضيع كتير جدا ومختلفة، يعني هيكون معانا طب وهندسة، تجميل، ديكور، مواهب، طبخ، وهيكون معانا شباب قد التحدي، قدر يواجه صعاب وتحديات الحياة وقدر يعمل مشاريع وتكون فعالة ومنتجة في المجتمع. والنهاردة معانا مثال قوي جدا. نرحب مع بعض بضيفنا النهاردة المهندس علاء علي عبد السلام، مصمم الديكور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اهلا بيك مهندس علاء. احنا الاول عايزين نعرف السادة المشاهدين مين مهندس علاء. والله شاب زي اي شاب، يعني بيحلم ان هو يعمل حاجه كويسه لنفسه ولمستقبله. حياتي شفتي فيها كتير صعب، بس كان عندي امل في ربنا كبير ان انا هقدر اوصل لحاجه انا عايزها. انا اصلا لما سمعت عنك دخلت على صفحتك وقلت مين اللي عامل الضجه الجامده دي ومين اللي الناس كلها بتتكلم عنه وعن شغله، فانا دخلت صفحتك وقعدت اقلب، لقيت فعلا تصميمات تحفه وتعليقات الناس عليك وعلى شغلك وقد ايه بيشكروا فيك، بيشكروا في تصميماتك وفي روعتها وفي الوقت، ان انت كمان مش بتاخد وقت في شغلك، والاسعار بتاعتك قد ايه حلوه، فبجد برافو عليك. والله دي شهاده اعتزي بيها طبعا لحضرتك، يعني زي ما قلت لك في البدايه، ومحدش بيتعب وما بيلاقيش نتيجه في الاخر، هو كلنا بنجتهد وبنسعى ان احنا نعمل حاجه كويسه لنفسنا. انا نفسي اعمل حاجه لبلدي كمان، انا عندي حاجات كتير قوي في دماغي نفسي احققها واعملها. طبعا كشباب بيقابلنا صعوبات كتير جدا في حياتنا، بس هي الفكره في ان يعدي المرحله بتاعت اي حد في حياته، اي بدايه مشروع بتبقى صعبه جدا ولو انت لوحدك. انا عايز اعرف انت اصلا بدات ازاي في مجال تصميم الديكور؟ والله هي الفكره جت صدفه بحته، يعني انا من صغري بحب ان انا افهم بسرعه، او يعني كنت شغال مع والدي طبعا، دي الفضل عليا قبل اي حد، وربنا يديه الصحه ويبارك له. من في ايام الدراسه كنت على طول في ايام الاجازات يعني اروح اشتغل معاه في الكهرباء، وبقيت صنايعي كويس، ويعني وصلت فتره قريبه ان انا ابقى كويس جدا في موضوع الكهرباء دوت. اشتغلت على نفسك كمان؟ اه الحمد لله، يعني كل الزبون بتاعي او العملاء جيران كلهم عارفين ان علاء خلاص كهربائي. فانا لما بدات اكبر شويه، انا اشتغلت في محلات ملابس برضو، كنت بحب قوي ابص للمحل ولما اروح البيت اقعد اتخيل المحل ده بشكل تاني، بتصور تاني، ياخد الديكور بتاعه ازاي يتغير ويكون شكله احسن من كده، فبيبقى لك رؤيه فعلا من البدايه. انا كنت حابب ان انا حته الديكور اصلا او اشيل حاجه احط حاجه، دي كانت فيا من صغري يعني موهبه. حتى كنت اقعد في البيت اجيب خامات كده، ما كنتش اعرف انواع الخام ايه اصلا، وافضل اخترع واعمل اي حاجه كده، وافضل اشجع نفسي انها حلوه واسال الناس. طيب احنا معانا صور على الشاشه، يا ريت تعلق لنا عليها. تمام. وانا شايفه ما شاء الله شغلك ممتاز حلو جدا. دي قاعه عندنا اسمها الامور بلازا، تعبت جدا الحمد لله يعني فيها، وفريق العمل اللي معايا تعب معايا جدا يعني، وانا بشكرهم على الهوا دلوقتي لان هم كانوا سبب في ان انا فيه دلوقتي. تعبوا معايا جدا بصراحه. والحمد لله اهم حاجه عندي بدور عليها سكه العميل. بس يعني الحمد لله الواحد بيتعب وبيلاقي يعني. صحيح، لكل مجتهد نصيب. اكيد طبعا. من خلال برنامجنا احنا بنشكر فريق العمل على مجهوده وعلى شغله وتعبه معانا. جدا 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 يعني. طيب انا عايز اعرف منك، انت ليك كام سنه شغال في مجال التصميم والديكور؟ كام سنه بالظبط بدات ان انت بقى خلاص تبقى محترف وتبدا ان انت؟ هو الطريق جه عن الصدفه البحته طبعا. كنت شغال في مجال الملابس، كنت مدير محل في سن صغير. ما شاء الله، برافو. كان صاحب المحل داخل في فتره ان هو هيوضب المكان وكده. فانا قلت له سيب لي انا اكمل انا اللي هعمل. فطبعا كان عنده رهبه اللي هو يا ابني انت متاكد؟ قلت له يا باشا سيبها وخلها على الله، شوف انت عايز تعمل ايه ومتخيل ايه وانا معاك. وبالفعل هو وافق وانا اشتغلت يعني. وكانت بدايه ان انا خلاص بقى اسيب مجال الملابس خالص. انا خلاص عملت حاجه كويسه في محل مشهور جدا، اشهر محل ملابس عندنا في المكان. برافو. ده محل برضه عندنا
اسمه يوبي. ده سي ان سي، ده المحل انا بدات كاسه حياتي منه تقريبا في الملابس وفي التوديب. كل الشغل ده انت اللي عامله؟ شغلي اه الحمد لله. واي عميل بيجيب لي تصور في دماغه او مش عنده اصلا حاجه عايز يعملها بقدر اقعد معاه اتصور مع شكل معين، شكل ملابس مناسب للمكان. ما هو ايه اللي انت بتقدر تقدمه للعميل اللي بيجي لك؟ يعني انت جاي لك دلوقتي عميل، انت بتقدم له ايه؟ اللي اقدر، اللي انا شايفه صح للمكان اللي هو فيه، يعني ايا كان بقى المكان اللي هو يتوضب، سواء وحده سكنيه او محل تجاري او قاعه افراح. كل مكان طبعا ليه تصور تاني غير اللي قبله، وكل مكان على حسب مساحته. وباخد منه تفاصيل معينه، اللي انت حابب يبقى مكان قعدتك فين، الرؤيه العامه ايه. بس لو هو ما عندوش تصور مجمل الوحده يعني ببدا اديله رايي. الاتفاق بيكون فين بقى؟ الاتفاق عندي في المكتب او عنده في الوحده. بس طبعا لما اكون في المكان نفسه سهل ان اعرف اقول له تقريبي تصرف قد ايه، سهل ان اعرف اقنعه بالاماكن اللي نقدر نعمل فيها الشغل اللي هو طالبه او اللي هو حابه، سواء عنده تصور او ما عندوش. تمام ان شاء الله. يعني حته التصور او التقسيم عامه انا بحب ان انا اقسم المكان بطريقه معينه. طيب انا عميل جاي لك، تمام، فانا عايزاك تعمل لي شغل كويس وفي نفس الوقت التكلفه ما تكونش عاليه عليا. كلنا شباب بنبقى في بدايه طريقنا وفي بدايه مشوار حياتنا، فالتكلفه الزياده دي ممكن تظبط له الدنيا ازاي؟ بص اقول لحضرتك على حاجه. الحمد لله طبعا زي ما قلت في الاول، انا ربنا كرمني بفريق عمل كويس، قدرنا نجيب مكان سي ان سي واللوتر. ده مسهل عليا شغل كتير جدا، ان انا خلاص مجرد ما انا فكرت في الفكره انا اوريدي نفذت. تمام، لان انا عندي المكان، عندي الماتيريال. حته السعر الزبون اللي بيحدد ده، لان انا قادر اعمل اي شكل بكذا سعر. يعني في خامات، في ماتيريال بيقل، تخانات معينه. طبعا العميل اللي معايا هو اللي بيحدد ده. الشكل العام واحد، ممكن حد يجي يقول لي انا عايز احلى حاجه واغلى حاجه وانضف حاجه. في حد تاني مش قادر يعمل ده، فانا عايزه حاجه شكلها حلو بس تكلفتها قليله. انا ممكن اعمل لك نفس الشكل هو بس بماتيريال اقل. تمام. انا وانت بس اللي عارفين ايه الماتيريال او ايه الخامه اللي اشتغلنا بيها. لكن كشكل عام كل الناس شايفه ده هو ده، بس ده بكام وده بكام انا وانت بس اللي عارفين بالظبط. طبعا ده كله بيبقى على حسب الخامه برضو. وتعبت جدا اصلا عشان اوصل لخامات تقدر تديني الشكل اللي انا طالبه بالسعر اللي انا محتاجه طبعا للعميل. طيب انا عايزه اقول للساده المشاهدين اللي حابب ان هو يتواصل مع مهندس علاء، يتواصل مع الارقام الموجوده على الشاشه. فكمان احنا هيبقى عندنا مداخلات وهيكون معانا اتصالات، ومهندس علاء هيجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله. طيب انا عايزه اعرف منك، انت لما بيجي لك عميل بيبقى جاي هو عنده رؤيه، هو عايز يعمل كذا، انا جاي عايز اعمل 1 2 3، ولا حضرتك اللي بتروح معاه المكان وبتقول له لا احنا هنعمل هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، وبتبدا تقسم له الدنيا هتمشي ازاي؟ اكتر شغل بيجي لك بيبقى ايه؟ بيطلبوا ايه؟ هو معظم الناس بتبقى عندها رؤيه لمكانها، بس ممكن انا افيد بحاجه تانية يغير فكرته تماما عن اللي هو كان مختاره. ومش حابب انا اوريدي خلاص اشتغل اللي هو اختاره. تمام، يعني انت بتقول له رايك طبعا وهو لازم هو ما انا ممكن هو يقول لي حاجه انا شايفها في النهائي قبليه. ممكن هو متصور حاجه نيجي نعملها يقول لي لا مش دي اللي جت في دماغي. بفضل معاه لحد ما نستقر على الاقل خالص. ممكن اجيب له صوره مشابهه عشان توري له الشكل هيبقى ازاي بعد ما اخلص. بالظبط. يعني حتى لو ما فيش تصور ممكن اعمل تصميم اللي هو 3 دي ماكس دلوقتي. وطبعا انت عارفه السوشيال ميديا الدنيا اتطورت عن الاول، مفيش حاجه مستخبيه بالنسبه للسعر بالنسبه للشغل. مجال الديكور كل يوم في ابديت جديد، يعني كل يوم في تحديث. لازم انا كشخص تتابع كل رايح جديد. عايز اسوق شغلي وعايز اعمل اكتر من مكان وعايز ابقى موجود على السوشيال ميديا وان شاء الله انا بسعى لكده. يعني ان شاء الله باذن الله لازم يبقى احسس العميل اللي معايا ان انا محتاج ان الشغل يطلع احسن من ما هو متصور، لانك في الاول في الاخر انت انت هو عليه اسمك فخلاص. بالظبط كده. وانا لو عجبني شغلك فانا هبدا اكلم صحابي، وصحابي هيبداوا يتواصلوا معاك، وكده دايره العملاء بتاعتك هتكون اوسع. عايز اقول لك ان انا في بدايه حياتي كنت ممكن اعمل شغل ومش باصص لمكسب او ان انا هكسب ايه او هعمل ايه. لا انا فكرتي كلها ان انا عايز احط اسمي، اخلي الزبون يشكر فيا
مش شرط ان انا عملت شغلانه ومشيت خدت فلوس وجريت، يقول لك ده خد فلوس ومشي او خلاص والحاجه باظت بعدين فهو مش لا انا مش حابب دي، انا ممكن اكمل الشغلانه. والله كتير حصلت معايا، انا تعبت قوي في الموضوع ده في بدايه حياتي. هو العميل ملوش دعوه انت كسبت او خسرت، هو فكرته كلها دعوه ان هي الشغل بتاعه يبقى النهائي العام اللي انا مرتاح له وعايزه. فكانت صدفت كتير في البدايه لان انا كنت لسه مش عارف الخامات، عايز اجيب سعره كويس، عايز اقدر اقول للعميل بقلب انا خلاص هعمل دي بالسعر دوت فانا مش هتخلف معايا. كنت ممكن ابدا الشغلانه وابص الاقي الموضوع عليا انا كتكلفه اغلى مما انا حسبت العميل عليه. طب وبتتعامل لو هو قبل، انا بتكلمك في بدايه حياتي اللي انا عانيت وما كنتش ببص المكسب، يعني انا ليا شغل كتير جدا في بدايه حياتي والله ما كنت بكسب منه خالص. يعني انا كنت كل قصدي وكل تفكيري ان انا اسيب اسمي هنا وامشي، اسيب اسمي هنا وامشي، يبقى العميل او الحد اللي انا اشتغلت له طيب فاقرب فرصه يكلمني. هناخد الاتصال ده يا استاذ علاء. معانا استاذ حسين من القاهره، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا استاذه شيماء. مساء النور يا فندم. انا كنت بتابع صفحه الاستاذ علاء على الفيس فلقيت ان هو عامل النهارده معاكم عامل شغل فحبيت اشكره على الهوا عشان انا اتعاملت معاه شخصيا يعني. طيب ايه رايك في شغله؟ حضرتك على فكره استضافه الشباب وتقديم نموذج لشباب طموح وبيحاول يوجد فرصه عمل لنفسه يعني. بالظبط، بيبقى شباب يعني لازم يكونوا قدوه عشان الباقيين يعرفوا الشباب بتشتغل ازاي، يمكن هو حد يبقى ياخده قدوه ليه ويبدا يشتغل على نفسه ويبدا يثبت نفسه ويكون احسن. فانا عايزاك تقول لي ايه رايك في شغله، شغل مهندس علاء، ايه رايك فيه؟ استاذ علاء ازاي حضرتك؟ اه مساء الخير يا فندم، ازيك عامل ايه؟ مش عارف حضرتك تفتكرني ولا لا. انا كنت عامل قبل كده شغل جبس بورد، فكنت عامل زي اشكال معينه في السقف كان الراجل صنايعي قبل كده عاملها، فهي الفينش بتاعها ما كانش عاجبني. ففي واحد صديق ليا رشح لي الاستاذ علاء، فانا جبته وعمل لي اللي انا عايزه وبتصميم جميل وبسعر قليل جدا. ده بتجامله عشان هو على الهوا ولا ده بجد؟ شكرا. لا لا بجد والله. هو احنا فعلا فعلا شغله فعلا جميل. ربنا يخليك يا مزوج. انا ممكن ابعت لحضرتك كمان الشغل اللي هو عامله بس هو مش متاح دلوقتي. ان شاء الله اكيد موجود، اكيد موجود حضرتك في ال احنا معانا صور معانا حاجات. انا مصوره فعلا. والشغل برضو معروض معانا على الشاشه المشاهدين متابعينه بس دلوقتي مش قدام التلفزيون. تمام. شكرا جدا حسين. شكرا 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 لحضرتك، شكرا لمداخلتك. ما شاء الله اراء الناس جميله جدا. ربنا يخليك. دي اهم حاجه عندي، انا بسعى لكده يعني، اهم حاجه عندي ان ارضاء العميل لان هو انا مستنيه يجيب لي شغل بعد كده. طيب انا عايز اعرف ايه الصعوبات اللي واجهتك بقى في حياتك عشان توصل للي انت فيه دلوقتي؟ لا كتير جدا، بس هو باختصار هو اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه طبعا اكيد. بالنسبه برضو للعده، العدد بتاع اللي انا محتاجها ان انا اشتغل بيها كانت انا كنت لوحدي مش شغال عند حد من صغري، ما بحبش الشغل اصلا عند الناس يعني، انا قادر ان انا اعمل حاجه لنفسي فكل شويه اسعى ان انا اعمل حاجه جديده. حته ان انا اجيب العده واتعرف على ناس تفيدني وده طبعا عانيت فيه كتير جدا 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 باختصار شديد يعني. والحمد لله اللي بيصمم على حاجه بيوصل لها يعني. عايزه افكر الساده المشاهدين اللي حابب يتواصل مع مهندس علاء، ارقام التليفونات موجوده على الشاشه وممكن تتواصلوا معاه، ولو عندكم راي او هو في عملاء اتعاملوا معاه وحابين انهم يدخلوا معانا في مكالمه احنا طبعا بنرحب جدا. وحضرتك تحب تقول ايه بقى لكل الشباب اللي شايفاك دلوقتي وكل العملاء بتوعك؟ للشباب ولا العملاء؟ طيب نقول للعملاء الاول. العملاء انا بنصح بالذات الفئه بتاعت الشباب اللي هم داخلين على جواز، مرحله الجواز هم بيبقوا مضغوطين جدا في فلوس وفي ترتيب فرح وفي عفش وي وي وي، فليهم هم دي نصيحه من اخ مثلا ان هو يشوفوا حد واحد بس يتعاملوا معاه في توضيب او تشطيب الوحده بتاعته، راحه ليه هو في كل البنود، هيسال شخص واحد بس هيريحه هيفهمه بسرعه، هيساله هو لو اي حاجه مش عاجباه او هيبقى الموضوع كمجمل مع حد واحد مش مع كذا حد وده تعبني ما جاش النهارده، لا انت بتتعامل مع حد واحد هو بيلخص لك المجمل كله في الاخر. معانا مداخله من استاذ محمد من القاهره، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. معاك المهندس علاء. والله انا شفت على صفحه الباشمهندس علاء
ان هو النهارده طالع على قناه الصحه والجمال. طبعا بشكر القناه على مساعده الشباب. مرسي لحضرتك. باشمهندس انا محمد الفقي شقه التجمع الاول. اهلا وسهلا يا باشا، عارف حضرتك طبعا. اهلا بيك يا فندم. ايه رايك بقى في شغله والشغل اللي عمله من حضرتك، ايه رايك فيه؟ لا والله بجد شخصيه محترمه جدا، التزم معايا بالمواعيد، سلمني حتى في حاجات ما عجبتنيش قلت له عدلها، لقيته ما عندوش اي مشكله انا رائع عدل جدا. الشغل اللي ما كانش عاجبني، وبسم الله ما شاء الله. يعني والله انا اتبسطت يعني، وفعلا شخصيه محترمه. ربنا يخليك يا باشا، واخر يوم وانا بستلم انا قلت لك يا باشمهندس ان شاء الله انت هتبقى في مكان تاني، ربنا يخليك يا باشا، اتفضل ده منزوعك والله. فان شاء الله يعني من نجاح لنجاح، وان شاء الله يعني الميعاد اللي وعد اشوفك في حضرتك بيه مكان. خلص لك الشغل، التزم بالميعاد؟ التزم بصراحه بالميعاد، ده كان الاساس. اول ما قعدت معاك دي اهم كلمته حاجه على عندي الميعاد، طبعا. وبصراحه التزم. شكر جدا يا باشا على ذوق حضرتك وعلى شهادتك ليا. وكانت شقتك من المكان، الحاجه اللي انا كنت مبسوط بيها جدا ان انا عملتها، كانت طالعه حلو جدا. وانت شخص محترم جدا، وتعز عليا شهادتك دي. يعني بالنسبه للمواعيد، في الغالب مش كل المهندسين الديكور او الصناعيه عموما بيلتزم بحته الميعاد، لا يقول لك مثلا هخلص لك الحاجه دي في شهر، الشهر ده ممكن ياخد شهرين ثلاثه مثلا. بص اقول لحضرتك على حاجه، زي ما قلت لك في البدايه، لما يكون في حد مسؤول زي ما بيقولوا بلدي كده رمانة الميزان، اللي هو بيدور الطاقم اللي معاه او الفريق اللي معاه، ده يقدر يسيطر اكتر على الناس اللي معاه لان هم شغالين معاه بالفعل. تمام. لكن انا كشخص عندي شقه عايز اوضبها وهفضل اجيب كذا حد لوحده، طبيعي هتعب. ما هو بيعملوا كده عشان يشوفوا مهندس مثلا، مهندس علاء سعره كذا، يشوفوا حد تاني سعره مش ايه ومش الفكرة. عارفه ايه، وما بيبقوش عارفين ان حته الماتيريال بتفرق. انت ممكن تيجي لي اعمل لك حاجه كويسه بماتيريال معقول وبسعر قليل، ممكن حد تاني يعمل لك حاجه بسعر بسيط وتكون حاجه ما تعيش معاك او ما تكملش حاجه، تبص تلاقي الدنيا باظت بقى وما هتفضلش زي ما هي. فانت بتتعامل مع النقطه دي ازاي؟ والله انا بنصح العميل طبعا بان كل الغالي ثمنه فيه. اكيد اي حد بقعد معاه بقول له ان الحاجه طول ما انت تفكر انك تعملها بشكل كويس، اصرف عليها كويس عشان تطلع في الاخر كويسه. بالظبط. لكن في ناس تانية برضه بترجع لل هو الدنيا معاه ايه، برضه اللي سامح معاه ايه يوضب بيه. في الناس ميزانيته نفسها ايه؟ تعمل كل حاجه. بالظبط. كل كله اي حد نفسه عايز يعمل كل يشتغل حاجه ونفسه بالظبط، يخلي انا بيته عايز اخلي الشقه اطلع جنه. بمملكته، بالظبط فطبيعي. كده. فانا بقدر اوصل معاه، طب انت حاطط رينج معين مثلا كام؟ احنا نقدر نعمل كام بند في الشقه؟ ممكن نصرف على الريسبشن واوضه النوم بس ونلم الدنيا في بقيه الوحده. على حسب برضو ظروفه الماديه. بالظبط. دي اللي بتحكمني انا كعلاء، اوصل له الصوره ببساطه واقنعه ان احنا نشتغل فعلا. يعني ما تخافش من حته السعر وما تفكرش كتير، لا انا اقدر اعمل لك الحاجه اللي انت شايفها واو بسعر جامد قوي بماتيريال اقل، والشكل صح. العام هو هو. يعني لو انا مثلا انا عايز اعمل ريسبشن وعايز اعمل صالون، تمام؟ تمام. وبعد كده انا خايفه من السعر، فانا هقول خلاص انا هعمل الريسبشن بس. انا هتكلم معاه. بتفرق لما يبقى لما تعمل حاجه واحده او تعمل كذا حاجه ولا؟ هو طبعا كل ما تعملي كذا حاجه السعر بيزيد، تمام؟ ده طبيعي يعني، انت أكيد. هتزودي بنود وهتزودي مساحه فالسعر بيزيد، بس في فكره ان هقسمها او هحط البنود دي بطريقه معينه ممكن اوسع ازاي. الموضوع يبقى اللي انا صرفته هو ما زادش عليه، بس انا رصيته صح. بالظبط. دي اللي انا بحب اوصلها للعميل، يعني اللي هو مش مهم تصرف الرقم ده، مش مهم تعمل كل البنود دي، لا احنا ممكن انا كعلاء عامه حاجه حلوه في كل مكان، بحب فتحس الهدوء، ان انت وصلت. بحب الحاجه السيمبل اللي مفيش شغل كتير، حاجه في السقف صغيره مع حاجه في عمود شتتش. بالظبط. مع مكتبه صغيره سيمبل للشاشه، بس ما تقفرش الموضوع. ممكن جنب ساده نحط فيه برواز ديكور حلو كده، خلاص هو اوريدي بقى شكله حلو. فاهم قصدي؟ مش لازم نحط فلوس عشان يبقى شكله احلى، لا يعني الحاجه في بساطتها. طيب الاماكن اللي بتجيلك عشان بيطلبوك تعمل فيها الديكورات او التصميمات بتاعتك بتكون في العادي ايه؟ ايه اكتر اماكن بتدخل تعمل لها تصميمات وديزاين؟ في واجهات المحلات دي اكتر حاجه، لان المحل دايما دلوقتي كل الناس بتبص للمحل شكله حلو طبعا، فصحاب المحلات اكتر ناس بتفكر ان هي تغير شكل الديكور بتاع المحل والمكان، لان زي ما قلت لك الزبون عايز انا شاري من عند حد مشهور، انا شاري. ايوه بالظبط. فالمحلات اكتر بكتير من الوحدات السكنيه معايا في الشغل، صح. قاعات الافراح سواء جوه قاعه او براها، الكوشه تمام،
كل بنود الشغل انا بنشيل المكان من اوله. طب انت حاسس ايه ان دلوقتي كله بقى بيتجه ان هو يعمل تصميمات ويظبط الديكور بتاع المكان بتاعه؟ لان دلوقتي انت مش بتدخل مكان او في الغالب البنات اي مكان بندخله احنا داخلين نتصور فبيدخلوا يشوفوا المكان ايه الديكورات الموجوده فيه او ايه عشان نتصور فيه. على طول ببقى مركز في دي مع العميل وافضل اقول له يعني في برواز اليومين دول عامه انا بصنع شغل تحف وبرواز. شفت انا شفت لحضرتك كذا حاجه فعلا وشفت كذا تابلو شكله حلو برواز. ده بند تصنيع بعيد عن التوضيب والديكور بس هو بيكمل شغلي يعني انا في جنب فيلا مثلا في جنب مش مستغل ومش محبوب ان هو يتعمل فيه حاجه خلاص ممكن حته برواز سيمبل كده يتحط في الجنب بالظبط وما صرفناش عليه. ايه شكل البرواز او ايه تفصيلته في كذا كذا شكل انت بتختار اللي قلبك هيرتاح له ويحبه انا بنفذ لحضرتك. بس مين اكتر حد دعمك ووقف معاك وكان بيساندك في مشوار حياتك؟ بص هو طبعا توفيق من ربنا قبل اي حاجه ونعم بالله. والدي هو اللي حط فيا حته ان انا اتعلم حاجه لنفسي واصمم ان انا اعمل حاجه انا حبيبها كمل ما تيأس يعني اكيد. طبعا والدتي واخواتي دعمهم ليا دي حاجه تانية ملهاش علاقه بشغلي اصلا دي اللي مخلياني موجود اصلا مع حضرتك دلوقتي. ربنا يخليك. دعواتهم ليا طبعا وانا بحبهم جدا يعني اكيد هم سامعيني دلوقتي. والله وانا هنا فعلا بدعواتكم و تحب تقول ايه طيب للشباب بقى اللي بيتابعوك عشان تحفزهم وتخليهم يبقوا مصرين انهم يكملوا في طريق حياتهم وانهم يكملوا مشوارهم وان يكون عندهم طموح ويقدروا يواجهوا كل التحديات اللي بتقابلهم في طريقهم لان كلنا بلا استثناء بنقابل تحديات كتير في طريقنا فاحنا لازم ما نيأسش ولازم نتحدى كل ده ونتحدى ظروفنا ولازم نشتغل على نفسنا عشان نقدر نوصل للمكان اللي احنا عايزين نوصل له. حضرتك تحب تقول لهم ايه؟ بصوا حضرتك هو الكل مجتهد النصيب تمام؟ صحيح. مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا كلنا كشباب او كاي شخص عامه عنده فكره عنده ايد عنده رجل كلنا كاملين الحمد لله. انت ليه ما تشتغلش على نفسك؟ كلنا اكيد كل حد فينا لو دور جوه نفسه هيلاقي موهبه هو مش مستغلها. وحته الياس برضو دي هم الشباب اليومين دول حته مفيش شغل مفيش اخترع انت لنفسك شغل في لا في كل حاجه. انا مش شغال عند حد ماليش مرتب ثابت ماليش حياه عمليه ان انا موظف مش هتقف تستنى لما تتوظف او كده بالظبط لا ملهاش علاقه. انت عايز انت كده كده لو ما نزلتش من بيتك مفيش شغل مفيش جديد انزل من بيتك اسعى دور لو انت شغال حاجه ما بتحبهاش خليك فيها وركز فيها اديها حقها بالظبط ممكن تنجح فيها هي مش شرط بقى اقول لك هتنقل على حاجه انت عايزها لا انجح فيها هي هتكفيك هتبقى في فرق غير ما انت ما بتنزلش اصلا ما بتفكرش اصلا بالظبط. فانت اسعى ورا حلمك ما تيأسي انزل اعمل اللي ربنا قدرك عليه. طيب بقى ربنا عشان وقت حلقتنا فسؤال اخير لحضرتك انا عايزه اعرف يعني حضرتك حابب بقى تشكر مين في مشوارك كده ومين اكتر حد دعمك وتحب تشكر مين؟ اتفضل. والله انا بشكر اي حد عملت عنده حاجه اصلا او ساعدني حتى لو بكلمه وقال لي تسلم ايدك على الشغل او وقف جنبي في موقف. هو حياتي بعد ربنا طبعا والدي ووالدتي وفريق العمل اللي معايا دلوقتي هو اللي معايا يعني مفيش حد في الدنيا تاني وقف جنبي يعني والدي ووالدتي وفريق العمل اللي هو وصلني ان انا في المرحله دي الحمد لله. بس والحمد لله يعني طبعا بفضل ربنا ان انا عملت شغل كويس الفتره اللي فاتت ديت بشهاده من الناس يعني والله وبس عندنا اكمل ده كله ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. وانتظرونا وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني استنونا.